كرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم غادي نخصوها لواحد لا تارت بالبيسكوي مازارا. كما كتلاحظوا انتما، هذا بيسكوي مازارا، يعني كان كنخليوه في الفريغو حتى كيبس كيبس مزيان، وديك الساعه كنكسروه بحال هكذا، يعني كنشوفوا شي دلاك بحال هكذا وكنهرسوه غير بحال هكذا انتما، ولكن يكون مكل جولي، يكون يابس باش كيصلح للتهراس. لحقاش كنت بغيت نعدل واحد لاطارت وقلت غادي نعطيكم هاد الطريقه هادي. لحقاش كيخصو يكون يابس، نهرسو بحال هكذا وكنخليوه على جنب هنايا بحال هكذا، وكنجيبو هذا. عندي هنايا واحد البسكويه، ها هي هنايا كما كتلاحظوا بسكوي مازارا، هنا كنعملوها كنقدوها نعملو ليها يعني الكريمه ديالها ان شاء الله. وهنايا يعني كما كتلاحظوا كاين بعض الاخوات بزاف بزاف كيعطيو لي واحد يعني كيسالوني واحد شي سؤالات على حسب الكريمه. الكريمه ما كتصدق ليهمش، ما كتطلعش مزيان. كريم فريش هنايا، غير كريم فريش عادي، هذا كريم فريش حلو. وهنايا هنايا كنت كندربو مزيان، وقلت راه غادي نوريكم باش تشوفوا طريقه باش يطلع مزيان. كيخصنا ندربوه يكون شويه شاد باش كيعطيكم بحال هكذا هانتوما، يعني كيجي شاد راسو مزيان هانتوما. هنا راه كنت دربته مزيان دغيا دغيا كيتجمع، ولكن كيخصو يكون بارد. السر ديالو هو يكون بارد مزيان باش يطلع لكم، وشحال ما كتدربوا هنايا كيزيد يقساح. وهنا غادي نزيد له واحد شويه ديال لاروم ديال البيسكوي، يعني اروم بيسكوي. ها هو هنايا غادي نعمل واحد شويه كيعطي واحد المذاق رائع بزاف، يعني شي ملعقه صغيره. وهنايا كما كتلاحظوا دابا عملنا ليه لاروم ديالو، وهنا غادي ناخذو بحال دابا مثلا هنايا ما نعملو لا سيرو لا حتى شي حاجه بلا سيرو. هنايا غادي نعملو شويه ديال الكريمه كما كتلاحظوا بحال هكذا. هنا نقرب لكم شي شويه باش تبان لكم مزيان بحال هكذا. وهنايا كنجيبو شي ملعقه بحال هكذا ولا شي سباتول يكون صغير، ولكن غادي نعملوها في الثلاجة في الكولجيلاتور، يعني تبقى تبرد مزيان، دوزي واحد 24 ساعة في الكولجيلاتور باش تشد مزيان. غير كنجبدوها كنقطعوها، هانتوما بحال دابا هنايا كيخص تكون واحد الطبقة ديال 4 سنتيم. هنايا كناخدو هاد البسكوي ديالنا مزارا، يعني هاد البسكوي راه باللوز، وغادي نخلي لكم الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. وهنا نجيبو هاد السباتول بحال هكذا ونبريسيه واحد شويه بحال هكذا. يعني هنايا كتجي لاطار ديالنا كاملة لوز.
بحال هكذا كتجي لاطارت يعني سهله وما فيهاش شي تعقيد ولا شي حاجه، كتجي سهله. الكريم فريش عادي بلا ما نعملو لا جيلاتين، بدون جيلاتين ولا شي حاجه يعني اللي كتكون ديال لاموس. وهانتوما دابا ها لاطارت ديالنا واجده، وهنا دابا ان شاء الله غادي نخليوها في كل جيلاتور تشد راسها مزيان كما قلنا، تكون واحد 24 ساعه او المهم ليله كامله، وديك الساعه ملي غادي نجبدوها كنفينيوها نرجعوها للثلاجه تشد شويه راسها مزيان، وديك الساعه غادي نجبدوها كنقطعوها ديريكت. علاش؟ باش داك اللوز داك البسكوي مزاره اللي كيكون لداخل ولتحت باش كيتقطع نيشان، نشوفو شي كوتو شاف شي موس شي بحال شي جنويه ولا بحال هكا، تكون حاده يعني تكون ماضيه مزيان وتكون رقيقه ما تكونش غليظه، كنبقى نقطعو به. ودابا ان شاء الله من بعد ما دوز المده ديالها ان شاء الله ونولي معكم ان شاء الله. وها لاطارت ديالنا كما كتلاحظوا، مع ملي كنت خرجتها من كل جيلاتور يعني عملت ليها اللوز هاشي يعني اللوز مهرمش كما كتلاحظوا بحال هكذا من الجانب ديالها، لحقاش هادي لاطارت كامله باللوز ان شاء الله. وهنايا جبت شويه ديال اللوز هنايا مطحون، اللوز مطحون بحال هكذا كنعملو ليها بحال هكذا. هانتوما كما كتلاحظوا كطلع بهاد الديكور، هادي كطلع ديكور رائع بزاف، وحتى في الماكلة ديالها يا سلام. وهنا غادي نجيبو شويه ديال السوريز يعني حب الملوك مرقد في السكر كما كتلاحظوا، كنعملو بهذه الطريقه. دائما في التزيين كنعملو وحده هنا اون فاز، وحده هنا وحده هنا، ديك الساعه بغينا نزيدو كنزيدو. باش كتجي مريقله وتزين عاوتاني كيبقى اختياري، اي حاجه بغيتي تعملها تعملها، تجيب نوكاتين ديال اللوز او اي حاجه تزين بها ماشي مشكل. هنايا بهذه الطريقه. وهنا غادي نجيب انا واحد شويه ديال كلاصاج ديال الفراوله، ولا بغيتو تعملو ديال اللوز تعملو بحال هكذا. كما كتلاحظوا هنايا كنجيب واحد طريف ديال الشوكولا وكنعملو له هاد الديكور هذا، وكنكتبو فيه الاسم يمكن لينا نعملو اي اسميه بحال هكذا، وكنقدموها لصاحب بحال هكذا. وهنايا مثلا بحال هاد الورد كيكون الورد عادي يعني هذا غير ديال الباستا، كنعملوه بحال هكذا بهذه الطريقه. وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. كانوا بعض الاخوات كانوا كيطلبوا لي واحد لاطارت يعني بحال هكذا ما يكون فيها لا جيلاتين لا حتى شي حاجه، كتجي سهله
وما فيهاش أي تعقيد إن شاء الله. وكنتمنى لكم صحة جيدة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.